بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع والاختراع وتطوير المنتجات العلمية، انطلق في جامعة تشرين باللاذقية معرض المشاريع التطبيقية لكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بنسخته الرابعة، ليجسد رغبة الكلية في خلق جيل من المبدعين المؤهلين علميا ومهنيا واقتصاديا. مشروعنا بالدرجة الأولى هو مقدم للجيش العربي السوري وبيحاكي عمله بساحة المعركة. هلا المشروع عبارة عن روبوت حربي متكامل بيأمن الحركة بكافة الاتجاهات وبيتعامل مع كافة الأهداف المعادية، سواء بالرشاش عن طريق الرشاش أو عن طريق القذائف المائلة ليتعامل مع أهداف بعيدة. بالنسبة للرشاش من أجل سلامة المعرض احنا استخدمنا ليزر وبيحاكي الأهداف وقادر على إصابة أي هدف. بالنسبة للقذائف المائية اللي احنا قادرين نجيبها ضمن سلة باسكت. المشروع هو عبارة عن بناء بيئة افتراضية ثلاثية بعد لوسط داخل منزل. هلا الفكرة انطلقت من انه نحن نبني بيئة افتراضية لمتحف سوريا ولموقع أثري في سوريا، نحطه على الانترنت، نشجع السياحة، يعني بحيث نحن انه السائح بصير يرغب يجي يشوف هذه المنطقة على الحقيقة، لما بيشوفها افتراضيا بصير يرغب يشوفها على الواقع. هلا هي الفكرة، نحن هون عملنا لمنزل عندنا، هلا هي فينا نشوف ثلاثي البعد هيك 360 درجة، فيني انا انتقل على النقطة اللي بعدها كمان شوف 360 درجة. مشروعنا هو اولا انفرتر ثلاثي الطور بموجة جيبية. المشروع موجه نحو الصناعيين بشكل خاص، الهدف منه انه نحن ندخل الطاقة الشمسية الطاقات المتجددة، فينا نستخدم طاقة شمسية وطاقة الرياح في المجال الصناعي. المشروع هو الاول على مستوى سوريا وعلى مستوى المنطقة، بيتميز طبعا بقله كلفته الاقتصادية منخفضة. ايضا المشروع جاهز للبيع على ارض المعرض وانتاج وحدات اضافية منه تتطلب تمويل. اول شيء الروبوت هو عباره عن روبوت عسكري موجه لجنود الجيش العربي السوري. بالنسبه لهذا الروبوت بيشتغل بمهمتين، اول مهمه هي كشف الالغام الارضيه على مسافه 10 ل 15 سنتيمتر تحت سطح الارض، والمهمه الثانيه توجيه السلاح المثبت على ظهر هذا الروبوت نحو هدف معين واطلاق النار نحو هذا الهدف. المعرض يحرص على دعم وتأهيل طلاب وخريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل في جميع مجالاته الصناعية والمهنية والتعليمية والإدارية والبحثية، وعلى دعم المبدعين السوريين الهواة في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية. نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا أو يمر بها قطرنا الحبيب، جاءت إبداعات هؤلاء الطلبة لتعبر عن مدى التزامهم وإيمانهم بوطنهم من خلال إنجازاتهم وإبداعاتهم القادرة على تحقيق أفضل نموذج علمي في المجتمع. هذا المعرض هو عبارة عن تقليد سنوي علمي يقام في جامعة تشرين بشكل سنوي، نعرض فيه كل آخر ما توصل إليه طلابنا الأعزاء إن كان في المرحلة الأولى وإن كان في المرحلة الثانية، مع أساتذتنا المشرفين على هذه الأمور العلمية التي نسعى من خلالها إلى إيجاد مشاريع جديدة تخدم عملية التنمية في البلد. الغرض الأساسي من هذا المعرض تنمية قدرات الزملاء الطلبة في جميع المشاريع التي يقومون بها، والتي هي عبارة عن مشاريع إلكترونية وتطبيقية تفيد المجتمع بشكل عام وزملائنا الطلبة الأكاديميين بشكل خاص. ودخل الاتحاد كراعي أساسي في هذا الدعم وقدم الدعم اللوجستي والدعم المادي، وذلك في سبيل إنجاح هذه المشاريع ولكي يكون لزملائنا الطلبة الخبرة الكافية في دعمهم في المراحل المستقبلية. بتميز معرضنا دائما تقنيات رائعة جدا بيعملوها طلابنا من وحي أفكارهم بيطبقوها، والكلية والجامعة بتقدم لهم كافة أنواع الدعم. عملنا هو تنموي بحث، وعملنا يفترض أنه يتسم بالأمانة. هدفنا الأساسي بتواجدنا وبتمويلنا وبرعايتنا لهذا المشروع الكبير هو تشجيع الشباب المبتكرين المخترعين لإمكانية الاستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم بموضوع إعادة الإعمار، بموضوع الخلق، بموضوع البناء، بموضوع حقيقة الوصول إلى سوريا التي ننشدها.
المعرض يأتي بدعم من الأمانة السورية للتنمية والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، ويبلغ عدد الطلاب المشاركين في المعرض 78 طالباً قدموا 34 مشروعاً ليشكلوا رافداً حيوياً للحراك العلمي والثقافي والصناعي باعتبارهم الحامل الفكري المتجدد لمفردات العملية الهندسية الإبداعية. بالرغم من الحرب على سوريا، يستمر الإبداع السوري لينطلق معرض المشاريع التطبيقية لطلاب جامعة تشرين الذي يخلق جيلا من المبدعين والمتميزين ويسهم في ارتقاء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. من اللاذقية مازن محمد، الأخبارية السورية.